فضل من عند ربي. مي حاجه باه زاد لي الاولاد معناها بيرميتون عملوا انتنسيتي كبيره برشا وتعبوا المنافس. دخلت زاد لقيت الجو باهي معناها مازلنا كيما ركينا والحمد لله. ثلاثه نقاط خلتنا في صداره المجموعه. توا صفحه نتاع الكاليفيكاسيون نتبيوها. انا ماتش نتاع مصر جاي ان شاء الله كاليبر كبير. وان شاء الله نكونوا جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ما يتنحى ان شاء الله. ان شاء الله الناس الكل تعاون وانا زاد كيف كيف نكون مركز معناها باش نجم نعاون المنتخب ونعاون اصحابي وسيرتو ندافع على الدراب ان شاء الله. مازال تحضيرات الكان ان شاء الله يا ربي واحد يكون حاضر على الكان علاش لا ان شاء الله. شكرا. نو مسكني نو بارتي نقولوا نحن. فماش حفله فماش مسك. حلوة. شو القاسة فيش في الفيلم؟ حلوة. حلوة 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 والله يعجبني. شيش لعبت انت فما بحاجة أخرى. لا لا مش تلقى موجودة فيش. الحمد لله الحمد لله اليوم معناها ثلاثة نقاط خلتنا في صدارة المجموعة. مباراة كانت باهية فيها الحاجات الباهية ناخذوهم والحاجات الخايبة زادا نصلحوا عليهم. ثلاثة نقاط كما قلت لك تخلينا نحضروا مرتاحين الماتش مصر ان شاء الله بعد 4 ايام. حاجة باهية معناها واحد يلعب مع عباد كيف هكا ومعناها جاو من نيفو كبير ونيفو عالي. ان شاء الله اعطيوا الاضافة للفريق وان شاء الله يا ربي يكونوا معناها اضافة للفريق المستقبل.